تحية طيبة مشاهدينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل 10 سنوات من الآن، تحديدا في شهر فبراير من العام 2011، اشتعلت شرارة أول انتفاضة سياسية من نوعها في مدينة بنغازي بليبيا. يومها إن كنتم تتذكرون، خرج سيف الإسلام القذافي مخاطبا المحتجين، إما القبول بالقذافي أو اختفاء الدولة عبر الحروب والتقسيم. مشاهدينا الكرام، مقولة تلخص ماضي وحاضر ليبيا التي خضعت طيلة 4 عقود من الزمن إلى نظام يعتمد على القبيلة كهيكل اجتماعي يحتضن الأفراد ويتحكم في المسار السياسي للبلاد أيضا. اليوم وبعد كل الذي حدث طيلة هذه الفترة من الفوضى، ما هي مكانة معادلة القبيلة في تخطي الأزمة والشروع في ترميم مفاصل الدولة؟ هل اعتبر الليبيون بالدرس وتخلصوا من إرث قائد من إرث قاعدة الزعيم والقائد؟ هل أنتجت سنوات الفراغ السياسي في ليبيا جيلا سياسيا جديدا متحررا من إرث القائد حتى يمر بالبلاد إلى ما هو طموح فيه؟ مشاهدي الكرام، أسئلة وأخرى نطرحها في هذه الحلقة الأولى من برنامج خارج التحرير. قبل ذلك نتابع هذا التقرير ثم نعود لنلتقي. الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في ليبيا في 24 من ديسمبر القادم ستكون تحولا فاصلا بالنسبة للشعب الليبي الذي لم يعرف طعم انتخاب رئيسه منذ إنهاء نظام الملكية في ليبيا سنة 1969 على يد العقيد الراحل معمر القذافي. أكثر من نصف قرن والليبيون يعيشون على هامش السياسة، لانتخابات برلمانية والانتخابات رئاسية، وكل ما عرفوه خلال عقود هو وجه العقيد واللجنة الشعبية وأمانتها العامة التي كانت تماثل مجلس الوزراء. في شهر فبراير 2011 أطيح بالعقيد معمر القذافي في حركة وصفت بالثورة الشعبية، إلا أن تداعيتها كانت وبالا على الشعب، حركة انتظر منها الليبيون التغيير فوجدوا أنفسهم في أتون دوامة من العنف أخذت منهم عقدا آخر من أعمارهم ومن عمر ليبيا. وفي ظل الخلافات حول قانوني الانتخابات بين الكتل السياسية، يخيم شبح اختيار مرشح القبيلة والعشيرة على برامج المرشحين المحتملين، فالصورة لم تتوضح بعد لليبيين بعد أن أخذت الحرب الداخلية منهم أحلام التغيير عن طريق التعبير الحر. فإرث ما كان يعرف بالكولسة الذي كان تشاورا سريا بين القبائل لتسمية أمين المؤتمر في عهد القذافي يخيم على واقع ليبيا حتى ما بعد رحيل العقيد. العشائرية والقبيلة في هذه الانتخابات الهامة لن تكون مجرد أمور عادي من انتخابات رئاسية، ولن يكون تحصيل حاصل، بل سيكون لها الأثر البالغ على مستقبل البلاد. لكن الأكيد أن الشعب الليبي أكبر ما ينتظره من هذه الانتخابات هو أن يفرز صندوقها شمس حريته وكرامته. فهل سيكون الناخب الليبي في مستوى تحديات مرحلة ما بعد 24 ديسمبر؟ إذن مشاهدينا الكرام، ليبيا إرث الزعيم وحلم الدولة هو موضوع نقاش في هذه الحلقة من برنامج خارج التحرير في عدده الأول. للوقوف على كل هذه النقاط والتفاصيل وحتى نوفي الموضوع حقه، أسعد باستضافة كل من الأستاذ الدكتور حسام حمزة وهو الأستاذ الجامعي والمحلل المختص في الشؤون الأفريقية. دكتور، مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة أستاذ سعيد. شكرا جزيلا دكتور. نحن من يشكرك أيضا الدكتور محمد عمرو وهو أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالجزائر. دكتور مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة. شكرا جزيلا أيضا مشاهدينا الكرام يحضر معنا عن طريق خدمة سكايب على المباشر من العاصمة الليبية طرابلس الدكتور محمود إسماعيل الرملي الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية. دكتور مرحبا بك معنا. مرحبا، أهلا وسهلا بالضيوف الكرام وبدعتكم الموقرة وبالجزائر الشقيق. شكرا جزيلا دكتور. لو بدأنا معك هكذا على الهواء مباشرة بأول سؤال، أول انتخابات رئاسية في ليبيا منذ العام 1969، بغض النظر دكتور عن المعوقات السياسية والمتغيرات الدولية التي قد تلعب دورا كبيرا في هذه الانتخابات، أود أن أسألك هنا سؤالا محددا، ما هي فرص نجاح هذا الموعد السياسي المرتقب؟
في بداية ما بعد التحية أدرك بأهمية الإشارة إلى بعض من الملاحظات ذات الأهمية القصوى بالدولة الليبية، أن ليبيا قد مرت بمرحلة تصحر سياسي بالمطلق في ظل اختزال ليبيا في شخصية شخص متوحد ألا وهو القذافي، والذي كان مصدرا لكثير من الإشكاليات سواء لجيرانا أو لأفريقيا أو للعالم. فهناك أحكام وهناك وهناك وهناك. من الناحية الثانية، لزامنا القول بأن الضبابية هي سيدة المشهد فيما يتعلق بالمشهد الحالي السياسي حتى لا نطيل. وتوضيحا لذلك، ندرك بأن هناك أجسام مريضة في الدولة الليبية، ابتداء من مجلس نواب لا يعمل بشكل جيد ومنقسم على ذاته، ومجلس دولة، وأيضا مجلس رئاسة، وأيضا حكومات متعاقبة، كل حقيقة ما بين الميتة والنطيحة والمتردية وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، أي أنها لا تستطيع القيام بعملها ومتشظية على ذاتها. انتخبت كما هو الحال بالبرلمان من أجل إصلاح الدولة الليبية والقيام بالواجب، إلا أنها لم تستطع حتى إصلاح ذات البين فيما بين أعضائها فانقسمت وتشظت. ومع هذا وذاك، يدرك الجميع بأن ليبيا وما بعد اجتماعات مكوكية ما بين باليرمو وباريس وبرلين الأول والثاني والصخيرات وأيضا أو جنيف وغيرها، تم التوافق على وجود حكومة للوحدة الوطنية ترأسها السيد عبد الحميد دبيب، وتوجهت إلى وجود أو ميلاد انتخابات في 24 ديسمبر. لكن هناك معوقات قانونية وسياسية وأخر كثير محلية ودولية. من الجانب القانوني، هناك برلمان قد صاغ قوانين حقيقة بدون التوافق، أي أن هناك نصوص تشريعية تلزمه بأن يكون متوافقا مع مجلس الدولة، ولكن افتاث على ذلك وألزم وأصدر قانونين للانتخابات الرئاسية دون وجود قواعد دستورية تحكم العملية الرئاسية، وأيضا قوانين انتخابية برلمانية، ولكن هذه القوانين أرجعها بشهر ما بعد الانتخابات الرئاسية، وذلك خبثا في ناحية الإجراء مهما كان وكيف ما كيف. ومن الزاوية الثانية، هذه القوانين صيغت من أجل أن تكون فرادة كدئاب منفردة دون روابط تربطهم، أي أن القوائم لا وجود لها فيما يتعلق بهذه القوانين. على وعلى وهذا وذاك، أباحت للقتلة والمجرمين، ومن الحقيقة ومن غير المتصور أن يقبل أي ليبي وطني في أن يحكمه يوم ما قاتل أو مشارك في جريمة أو مشارك في إجرام كما هو الحال بحفتر. نعم. لا للمجتمع المحلي ولا لمحيطه المحلي، ولا يمكن قبوله. نحن نتكلم على من عاصم، على من هاجم عاصمة بلده وشرد 165,000 وقتل الآلاف وشارك. طيب دكتور رملي، نتكلم أيضا دكتور عن سيف ابن أبيه الذي توشح بوحشائه محاولا قدر الإمكان الرجوع للماضي والهروب من الحاضر والتطلع بعين الشؤم للمستقبل بثورة شعب عظيمة. دكتور رملي صلت وجلت بنا في عديد النقاط. نعم، الجيل الجديد الذي لم نعم دكتور رملي، صلت وجلت بنا في عديد النقاط التي بالتأكيد ستكون مرجعية لمواصلة هذا الحوار، ولكن قبل ذلك دعني الآن أشرك معي ضيوفي هنا في الاستوديو. أبدأ بالدكتور حسام. دكتور حسام، يعني الدكتور رملي قبل قليل ركز على نقاط واضحة ومحددة وبعيدة عن كل لبس. قال ليبيا مرت بتصحر سياسي خلال سنوات الفوضى، قال هناك أجسام غريبة في مكون الدولة. لو سألتك هنا دكتور بالتحديد، يعني ما هي أهم العناصر المتحكمة في نجاح أو فشل لا قدر الله الرئاسيات المنتظرة في 24 ديسمبر القادمة في ليبيا؟ أكبر مشكل حاليا في ليبيا ليس مرتبطا فقط بالانشقاق الداخلي. الأستاذ تحدث عن عدة نقاط تثبت بأن حاليا مشهد الانقسام في ليبيا مشهد معقد جدا، والانقسام بلغ مستويات كبيرة جدا. هذا في حد ذاته يصعب من العملية، وتقريبا يضعنا أمام مشهد فيه الكثير من الضبابية في المستقبل. ولكن يضاف إلى كل هذه العوامل عوامل أخرى، وهي العوامل التدخل الأجنبي أو المصالح الأجنبية والأطراف الأجنبية. أنا لا أظن بأننا يمكن، ربما بعض الأطراف خارجية وازنة جدا في المعادلة الليبية الداخلية. تماما، لا يمكن أبدا أن نقرأ المشهد الليبي أو أن نتنبأ بمآلاته دون أن نأخذ بعين الاعتبار العامل الأجنبي. العامل الأجنبي يتدخل بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة عن طريق دعم أطراف معين. حتى قوة الكثير من الأطراف داخل ليبيا، بعضها ذكرها الأستاذ تلميحا،
هذه القوى هي في حد ذاتها مدعومة خارجيا، قوتها مستمدة من الدعم الأجنبي، وبالتالي فإن عندما نأتي إلى رسم المشهد الليبي ورسم التعقد في المشهد الليبي الداخلي وصعوبة إجراء الانتخابات أو الظرف الصعب الذي ستجرى فيه هذه الانتخابات، فلا يجب فقط أن نأخذ بعين الاعتبار هذا الانقسام الداخلي، بل يجب أيضا أن نأخذ معيار أو عامل التدخل الأجنبي و المباشر وغير المباشر في هذا الانقسام. طبعا يضاف إلى كل هذا الكثير من العوامل السوسيولوجية، وخاصة ما أشرنا إليه اللي هو في الحقيقة موضوع الحلقة في حد ذاتها، الانقسام الإثني والانقسام القبلي للمجتمع الليبي الذي ما زال يؤدي دورا كبيرا جدا في رسم المشهد السياسي، بمعنى حتى اللوم لا يجب أن يقع فقط على المؤسسات السياسية التي هي بصدد واقع في بعض الأحيان يتجاوزها، بصدد واقع لم تعطى الوقت الكافي لكي تعالجه، وبالتالي فإن هذا المشهد يعني العامل السوسيولوجي أو التركيبة السوسيولوجية في حد ذاتها للدولة الليبية تؤدي دورا كبيرا أو لديها تأثير على هذا الانقسام الحاصل حاليا. إذن المشهد في اعتقادي مرتبط بانقسامات سياسية لمؤسسات أفرزتها مرحلة ما بعد القذافي ومرحلة الأزمة ومرحلة حتى الحرب الداخلية، مرتبط أيضا بانقسام وسببه التدخل الأجنبي المباشر وغير المباشر، ومرتبط بالعوامل السوسيولوجية وحتى السوسيوسياسية للدولة الليبية التي تعقد من المسألة وتجعل يعني التنبؤ أو حتى التعاطي مع الشأن الليبي أمرا صعبا. طيب دكتور محمد عمرون، يعني قبل قليل الدكتور الرملي من العاصمة طرابلس عدد لنا عديد المحطات التي مرت بها الأزمة الليبية في برلين، صخيرات إلى غير ذلك. الآن لو سألتك مباشرة بعد عقد من التناحر والاقتتال بين أبناء المكون الليبي الواحد بغض النظر عن القبيلة والعشيرة إلى غير ذلك، أريد أن أسألك أنا، هل استوعب المواطن الليبي صدمة التغيير من نظام الحكم في ليبيا؟ شوف، أنا أعتقد بأنه الأزمة الليبية إذا أردنا أن نفهمها على مستويين اثنين. أولا المستوى الأول هو أننا أمام مشهد لا دولة، بحيث أنه منذ سقوط نظام السابق نظام القذافي انهارت كل مؤسسات الدولة، ورغم كل المجهودات سواء كانت المحلية أو الأممية من أجل إعادة بناء هذه المؤسسات إلا أننا فشلنا. اليوم أنتجنا مجلس الدولة أو مجلس نواب أو حكومة يبدو عليها الانقسام والضعف وعدم القدرة في التحكم والسيطرة على كامل التراب الليبي، وهذا مهم. النقطة الثانية، نقص التجربة الداخلية أم لضغوط خارجية ربما متعددة هي من أضعفت هذا الموقف الموحد الداخلي بالنسبة للمجلس الرئاسي بالنسبة للحكومة إلى غير ذلك؟ هي الرؤية المتكاملة أن نربط كل العناصر الداخلية والخارجية فيما بينها. المشكل في ليبيا ليس فقط مشكل مجتمعي، ولكن أيضا مشكل مصالح قوى كبرى متناقضة ومستقطبة لدرجة كبيرة. نحن نتحدث عن استقطاب دولي رهيب داخل ليبيا، بدأته على المستوى المحلي قوى محلية، ثم انتقلت إلى قوى إقليمية، ليتحول النزاع إلى قوى عالمية. اليوم نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية، ونتحدث عن روسيا، نتحدث عن فرنسا، نتحدث عن إيطاليا، نتحدث عن تركيا، نتحدث عن دول خليجية، وبالتالي نحن نتحدث عن استقطابات خارجية كبيرة أثرت على المشهد الداخلي. ينضاف إلى ذلك ونحن أمام هذا المشهد الليبي، هناك فراغ سياسي رهيب فيما يتعلق أولا التنشئة الاجتماعية والسياسية. صحيح. النقطة الثانية وهي غياب الأحزاب السياسية أو المجتمع المدني الذي كان باستطاعته أن يعوض فراغ المؤسسات السياسية. أول الانتخابات في البلاد منذ سنة 1969 ممتاز. يعني. إذا نعم. نحن أمام مشهد من فراغ سياسي داخلي، أيضا ينضاف إلى ذلك رغبة قوى كبرى من أجل حل ليبيا على المقاس، بمعنى كل قوى كبرى أو إقليمية تريد أن تتجه بليبيا إلى مصالحها الخاصة. لذلك كل هذا الاستقطاب على المستوى الإقليمي والدولي ثم هذا التناحر الداخلي جعل من الوضع أننا هذه الانتخابات 24 ديسمبر التي نأمل أن تكون حل، اليوم هناك مخاوف من أن تصبح مشكلة أخرى، بمعنى ما سيأتي بعدها سيكون أعنف.
أهم ما حققه الشعب الليبي أعتقد منذ 2011 إلى الآن مر بمرحلتين رئيسيتين. المرحلة الأولى هي محاولة حل الخلافات عن طريق الحلول العسكرية، وهنا فشلت. شفنا اللواء حفتر عندما أراد احتلال مدينة طرابلس وإنهاء الأزمة بالطريقة العسكرية ففشل، وبالتالي انتقل الجميع إلى إدراك جديد وهو أنه يمكن أن يكون الحل السياسي بديلا عن الحل العسكري. وأنا في اعتقادي هذا أهم مكسب بالنسبة للنخبة السياسية وبالنسبة للمجتمع الليبي. إذا استطاع المجتمع الليبي ونخبه السياسية أن يصلوا إلى هذه القناعة بأن الانتقال الديمقراطي أو إعادة بناء الدولة في ليبيا إنما يكون مسارها سياسيا وليس عسكريا، هذه خطوة مهمة. النقطة الثانية هي مسألة التوافق، وهنا التوافق بين كل الأطراف سواء كانت في الشرق أو الغرب أو الجنوب، حتى وإن كنت أنا لا أحبذ هذا الانقسام على اعتبار أنه يعزز من الفرقة، ولكن أقول بأن الفرقاء السياسيين إذا كانت عندهم الإرادة السياسية ثم الاستقلالية. وللأسف الشديد ما نلاحظه الآن أن مجموع القوى السياسية داخل ليبيا كلها مرتبطة بإجندات إقليمية ودولية مما يصعب حتمية التوافق. المجتمع الدولي لو نتذكر بعد مؤتمر برلين 2 عندما اقتنع بضرورة اتجاه الليبيين إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وضغط على القوى الليبية، إنما كان هدفه الرئيسي هو ثني الفوضى في ليبيا، لأن الفوضى في ليبيا أصبحت مقلقة للجميع، أصبحت مقلقة للاتحاد الأوروبي، أصبحت مقلقة للولايات المتحدة الأمريكية، أصبحت مقلقة لدول الجوار، وبالتالي الكل ضغط على انتخابات 24 ديسمبر. ولكن للأسف الشديد نفس هذه القوى تريد أن تجعل من 24 ديسمبر مخرجا لمصالحها، أي أنه صانع القرار المقبل في ليبيا يجب أن يكون وفق أجندتها، وفق تصورها، بمعنى صناعة خارجية، بمعنى صناعة خارجية. طيب دكتور، هنا في هذه النقطة بالذات دعني أتوجه مباشرة إلى العاصمة طرابلس الدكتور محمود إسماعيل الرملي. دكتور، لو سألتك هنا تحديدا ما هو موقع ندوة باريس الأخيرة من الرئاسيات المنتظرة في ليبيا؟ بمعنى آخر، يعني بمعنى أوضح، هل جاءت لتحدد وتوضح مسارات لحل الأزمة أم لتعقيدها؟ في تقديري أن التدخلات الأجنبية في الدولة الليبية كانت مصدر إشكال، وإشكال كبير جدا، وهنا نحاول قدر الإمكان توضيح الأمور في زوايا عدة. الزاوية الأولى، هناك تدخلات سلبية بالمطلق، أي أن هناك دول باحثة عن مصالحها بدون مراعاة ما يتعلق بمصلحة الدولة الليبية وبدون مراعاة الضوابط في إطار ربط العلاقات ما بين الدول، وهي دول تنمرت على الدولة الليبية في ظل ضعفها، بل بعضها لا تربطها حتى بليبيا ولا أواصر، لا قربة ولا جوار ولا غير ذلك، وبعضها أيضا عندما نشأت حقيقة ترجع بعض مدارس الدولة الليبية أقدم منها في إنشائها، ونقصد بذلك تحديدا كدولة الإمارات العربية على سبيل المثال التي نشأت في سنة 1974، وبعض مدارس ليبيا لها أكثر من 200 عام. في الزاوية الثانية، وهي تنمرت وحاولت أرسل الطائرات لقصف الدولة الليبية، هذا نتكلم عنه، وهو أيضا من زاوية ثانية حاولت غزو عاصمة الدولة الليبية بمعي متمرد اسمه حفتر، وهو أيضا عميل للمخابرات الأمريكية وأحد يحمل جنسيتها، ثم جيء به، والآن المتصارعون كتر، نتكلم على من يحمل الجنسية الألمانية كعلي زيدان، ومن يحمل الجنسية الأمريكية كحفتر، ونتكلم على واقع عملي أيضا أن من ضمن الإشكاليات الدولة الليبية هي عدم الجمع ما بين الفاعلية والشرعية، أي أن من يملك شرعية لا يملك فاعلية على الأرض، ومن يملك فاعلية لا يملك شرعية، وعدم الجمع بين الفاعلية والشرعية أدى إلى كثير من المتناقضات. من زاوية ثالثة، الفشل الذريع لبعثة الأمم المتحدة واستخدامها كمشجب تحاول قدر الإمكان تكوير المشكل الليبي ككرة الثلج دون أن تبحث عن الحل، وإنما كانت تتجه إلى محاولة تسيير أو إدارة الأزمة دون البحث على آلية لما يتعلق بحل الأزمة. من زاوية ثالثة، الدول المتدخلة حقيقة لا تريد أن تتجه إلى أن يكون هناك حل للليبيين، ولذلك نسبة أكثر من 80% من إشكاليات الدولة الليبية هي مشاكل خارجية
من صناعة خارجية و20% هي صناعة محلية ولكن بأيدي خارجية. من زاوية رابعة، لزاما على القول بأن الليبيون يملكون من الإرادة والقوة ما يثني الآخرين على ما إمكانية أن يستمروا في آليات التدخل الخاصة بهم، ولكن عندما قيست هذه المؤتمرات وأضح الملف الليبي يجوب كجميع العواصم عدا العاصمة الليبية. نعم. فكان في القاهرة وكان في المغرب وكان أيضا في جنيف وفي موسكو وباليرمو وكلها اضاف بها، إلا أنه توقف بأن يزور طرابلس وهي عاصمة الدولة الليبية. نعم. لم يكن هناك مقاربة أقرب للشعب الليبي من مقاربة الجزائر. الجزائريون قيادة وشعبا وأساسة وعلماء تحدثوا على مقاربة تتمثل في أن الإشكال سياسي إذن فليتجه سياسيا، لكن من أين يبدأ في القصائد يا ثرى والمفردات حجارة؟ نعم. واضح جدا دكتور رملي، أرجو أن تتفضل بالبقاء معي دكتور عسكري دكتور رملي. وعلى قبعة لا يمكن قبولها، وإذا كانت هذه القوانين غير متجانسة، وإذا كانت غير قابلة للتطبيق، وإذا كان إمكانية الرضا بالنتائج نسبة ضحلة جدا، إذن يجب تدارك الأمر ويجب العمل على حتى لا يكون إشكالا بعد إشكال بعد إشكال. طيب دكتور رملي، إن الانتخابات ليست كنزا يقدم، وإنما هو صندوق أدوات يتم استخدامه، إن استخدم جيدا فنتائجه جيدة، وإن استخدم سيئا فستكون نتائجه سيئة. وإذا كان ذلك كذلك على المحيط المقليمي وعلى المحيط الموجود وقربهم وقدرتهم وتأثيرهم. طيب دكتور رملي، دكتور رملي سلبا وإجابة نعم دكتور رملي، أذكر فقط أننا على المباشر وأرجو أن تتفاعل معي في طرح السؤال والإجابة حتى نوفي الموضوع حقه وحتى نعطي الكلمة يعني بالتوازن مع باقي الضيوف. دكتور رملي قبل قليل تحدث على العوامل الخارجية المؤثرة والأطراف الخارجية المؤثرة في الأزمة الليبية، ولكن هناك من يتحدث أيضا عن عوامل داخلية ربما لا تقل أهمية عن العوامل الخارجية. هناك من يربط بين ما آل إليه الوضع في ليبيا خلال 10 سنوات والنظام السياسي السابق، أتحدث عن نظام الزعيم الراحل معمر القذافي الذي يقال دكتور كما تعلم أنه عمد طيلة 4 عقود من الزمن إلى إزالة ما يمكن أن نسميه بالفواصل بين النظام السياسي والدولة وأيضا زعيم الدولة. طبعا كان فيه نوع من الشخصنة للدولة في حد ذاتها، بمعنى أن الدولة مجسدة في شخص الزعيم في حد ذاته، وهذا كان يخدم طبعا طبيعة النظام في حد ذاته. لماذا؟ لأن عادة الأنظمة التي تبنى على شخصنا تبنى على شخص الزعيم في حد ذاته، هذه دائما تسعى إلى إلغاء كل المؤسسات الأخرى أو إلى إضعاف كل المؤسسات وحتى إلى إضعاف المجتمع في حد ذاته وإضعاف الشعب، ليبقى مصير الدولة رهينا بالزعيم فقط، ودون الزعيم لا يمكن أن نتحدث عن دولة. واتضح جليا أنه بمجرد أن سقوط القذافي تقريبا اكتشف الليبيون واكتشف العالم أجمع بأن ليبيا لم تكن دولة حقيقية بالمعنى الحديث، لم نكن لدينا دولة وطنية أو دولة مؤسسات يعني. أكيد دولة وطنية مبنية على مؤسسات ولديها أيضا معايير دولة. عندما نتحدث مثلا على الجيش كواحد من المؤسسات الأساسية التي تبنى عليها الدول والذي يشترط فيه أن يكون موحدا ويكون قادرا حقيقة على حماية الدولة، هذا لم يكن متوفر. وبالتالي فإن الشيء الذي وجد الليبيون أنفسهم أمامه هو أنه بمجرد سقوط الزعيم اتجهنا نحو حالة التشظي وحالة الانقسام والتي عانينا منها إلى غاية. لأنه أكثر من ذلك، واحد من الإشكاليات الأساسية التي عانى منها الليبيون هما أنهم عادوا إلى حالة ما قبل الدولة، يعني لم نتوقف فقط عند مستوى انهيار الدولة بل عدنا حتى إلى حالة ما قبل الدولة. وحالة ما قبل الدولة هي الحالة التي يسودها حكم القبائل أو يسومها حكم المؤسسات الاجتماعية التي تسبق المؤسسات الوطنية. حتى مهمة الحفاظ على الأمن ومهمة الدفاع لم يعد الجيش يقوم بها، بل أصبحت قوات وميليشيات أخرى هي التي سيطرت على الأسلحة وأصبحت هي في حد ذاتها تقوم بهذه المهمة. وهذا الذي زاد من حدة الانقسام داخل ليبيا والذي عقد المشهد أكثر والذي يصعب في كل مرة كل حل نحو التوحيد الليبيين. هذا هو المشهد في اعتقادي. نعم. وهذه هي الصعوبة بالنسبة للليبيين، لأننا كما قلت لم نتوقف فقط عند مستوى انهيار الدولة بل
أكثر من ذلك ذهبنا نحو حالة ما قبل الدولة. هذا الوضع تقريبا يعني الذي عاشه الليبيون طيلة فترة طويلة لم يختلف اليوم، لم يختلف اليوم، وإن كان فقط نحن اليوم بصدد ما يسمى بمرحلة نضج النزاع. ماذا نقصد بنضج النزاع؟ نقصد بأن الأطراف المتنازعة تصل إلى مرحلة معينة تتأكد فيها أو تقتنع فيها وتدرك بأن الاستمرار في النزاع أصبح أمرا لا طائل منه، وبأن آلية التعاطي مع الأزمة يجب أن تختلف، يجب أن نتجه نحو حلول أخرى. واضح بأن هذه القناعة ليست فقط قناعة لدى طيف كبير من الفواعل السياسية داخل ليبيا، بل هي أيضا قناعة لدى الفواعل الدولية ذات المصلحة والمؤثرة في المشهد الليبي، التي هي أيضا أصبحت تدفع وتسرع حتى من عملية الدفع نحو الانتخابات الرئاسية المقبلة. إذن نحن في مرحلة نضج النزاع، ولكن يبقى دائما إذا كان سمحت يعني في أقل من دقيقة حتى نخرج إلى فاصل، يعني كل هذه المتغيرات، كل هذا الدمار، كل هذه الفوضى في ليبيا لمدة 10 سنوات والاقتتال وربما تدمير لمؤسسات الدولة، هل شكل حافزا للمواطن الليبي كي يتخطى هذه العقبات من أجل رؤية أخرى ومساهمة أكبر في بناء الدولة؟ أكيد الحافز الأساسي هو حافز أمني في اعتقادي، حافز أمني وحافز اقتصادي، لأن استمرار الوضع على ما هو عليه سيجعل الناس دائما يبحثون عن الأمن، وهذا طبيعي ليس فقط خاصا بالليبيين بل خاص باعتقادي بكل الدول وكل المجتمعات التي مرت بمراحل تشابه ما المرحلة التي يمر بها الشعب الليبي. نعم. مع الوقت تصبح الحاجة إلى الأمن، الحاجة إلى الاستقرار، الحاجة إلى نوع من الرفاه الاقتصادي. نعم. دافعا إلى البحث عن الحلول. واضح جدا دكتور. إذن مشاهدينا الكرام نمر إلى فاصل ثم نعود لنواصل هذا النقاش، لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذا الجزء الثاني من البرنامج ليبيا إرث الزعيم وحلم الدولة، هو موضوع نقاش في هذه الحلقة المتواصلة وفي جزئها الثاني. أبدأ مباشرة مع الأستاذ الدكتور محمد عمرون. أستاذ، ربما لا يختلف اثنان في المعمورة في أن المعادلة القبلية أو العشائرية في ليبيا كما كان يتحدث قبل قليل الدكتور حسام كان لها دور عميق جدا جدا في الأزمة. ربما السؤال المطروح هنا يعني بحدة، كيف لهذه المعادلة التي أحدثت كل ما نراه اليوم في ليبيا أن ينتظر منها أن تكون طرفا في حالة الوضع وإخراج ليبيا من هذا المأزق؟ شوف، هو للأمانة القبيلة في ليبيا لعبت أدوار سياسية هامة في تاريخ ليبيا الحديث، يعني منذ الاحتلال الإيطالي لليبيا كانت القبائل هي الدرع الأول للمقاومة ضد هذا الاحتلال، ثم حتى أثناء الملكية الدستورية لعبت القبائل في ليبيا دور مهم في بناء الدستور الليبي الملكي آنذاك مع عائلة الإدريسي، نفس الشيء مع نظام القذافي عندما احتمى بالقبائل وحاول أن يجعل منها رافدا مهما في التأثير السياسي والاجتماعي، وبالتالي القبيلة هي جزء من هذا التطور السياسي والاجتماعي للدولة الليبية لا غنى عنها. وبالتالي أنا أعتقد بأن تحميل القبائل كل ما حدث في ليبيا هو أعتقد بأنه خطأ ومبالغ فيه. حقيقة القبائل الليبية أثناء الأزمة الليبية أنا أعتقد بأنها على العكس من ذلك تم تهميشها ولم تكن تلعب الدور التي كان من المفروض أن تلعب فيه في بناء المؤسسات وفي المساعدة والمساهمة في بناء مصالحة وطنية. نحن نعرف بأن القبائل الليبية سواء في الغرب أو الشرق أو الجنوب هي قبائل الغربية وازنة. فقط التذكير دكتور، المنطقة الغربية لليبيا فقط فيها 5 قبائل ولها فروع متعددة وازنة وفعالة. ممتاز. وهذه هذه القبائل يمكنها أن تساهم أولا في بناء مصالحة وطنية حقيقية ليبية، وهذا مهم جدا. لذلك أنا أعتقد بأنه حتى على المجتمع الدولي بل حتى على النخب السياسية الليبية أن تشرك القبائل. المشكل ليس في وجود القبيلة، المشكل الذي نرفضه هو أن تتحول هذه القبيلة أو تتغول على مؤسسات الدولة. أما أن تتعاون معها أو أن تكون رافدا يساعد على تحقيق الأمن والسلم والمصالحة فلا أعتقد بأن أحدا ينكر ذلك، خصوصا وأن البيئة الاجتماعية لكل دول شمال إفريقيا مرتبطة بالعروش. نعم. وبالقبائل، ولكن عن طريق دور اجتماعي دكتور إن أذنت لي هنا، عن طريق دور اجتماعي وليس عن طريق دور
سياسي ربما يلغي المؤسسة الرسمية في الدولة. نحن أمام مشهد متصحر كما قال الأستاذ من ليبيا، لا أحزاب سياسية ولا مجتمع مدني، فلا ضير في أن نتكئ على القبائل من أجل اجتياز هذه المرحلة، لأنه ما نلاحظه الآن أن المجتمع الدولي عندما رأى العجز الواضح على المستوى المؤسسات الليبية، بل عجزه هو نفسه بما يتعلق أيضا بالأمم المتحدة في خلق بيئة سليمة من أجل انتخابات 24 ديسمبر، اليوم في مؤتمر باريس كل مخرجات مؤتمر باريس هي محاولة من أجل وضع الجميع أمام الأمر الواقع، تكون انتخابات 24 ديسمبر على علتها على القوانين الناقصة، ولكن المهم أن نجعل أن نخلق مؤسسات تضفى عليها الشرعية، ثم بعد ذلك نمشي إلى الدستور ونبني مؤسسات جديدة ليبية. إذن أنا أعتقد عندما نتحدث عن القبيلة يجب أن نعطيها حقها، هي لعبت أدوارا رئيسية ولا يمكن إقصائها في المشهد السياسي الليبي الحالي. نحن نتحدث عن بناء دولة، وبناء الدولة يحتاج إلى مسار وليس لحظة تاريخية فقط، وبالتالي يمكن أن تساهم هذه القبائل في بناء المصالحة الوطنية، أن تساهم حتى في إنجاح الانتخابات الرئاسية. عندما نتحدث عن أن مجموعة من القبائل اليوم رافضة لترشح بعض المترشحين، سواء كان سيف الإسلام القذافي أو حفتر، أو أنها تسعى إلى إغلاق مكاتب الاختراع، إذن لها القدرة على العرقلة، وبالتالي أيضا كما هي لديها القدرة على العرقلة يمكن أن نحولها إلى فرصة من أجل هذه، من أجل إنجاح هذه الانتخابات، لأنه في النهاية القبيلة لا يمكن إقصاؤها في المرحلة الحالية المتعلقة بليبيا، تبقى فاعل مهم جدا بالنسبة لعملية الانتقال الديمقراطي. نعم. ولا أعتقد بأنه يوجد انتقال ديمقراطي بدأ من الصفر، كل الانتقالات الديمقراطية في العالم بدأت على أسس معينة، اللي كان عنده مؤسسات سياسية حتى وإن كانت هشة انطلق منها. في ليبيا موجودة القبيلة، لماذا لا يمكن أن نستفيد منها؟ على شرط طبعا أن لا تتغول على مؤسسات الدولة، تبقى الدولة والقانون ومؤسساتها هي الإطار الرسمي اللي يجمع كل الليبي. واضح جدا دكتور عمرون. دكتور رملي من العاصمة طرابلس، بمناسبة الحديث عن المترشحين، إلى غاية الآن في حدود يعني ما هو متوفر 16 مترشحا مفترضا للرئاسيات المنتظرة في 24 ديسمبر القادم. ربما الحديث الواسع والكبير يدور الآن حول أسماء معينة بذاتها، منهم المترشح خليفة حفتر، ليس كأقوى مترشح أو ربما أقرب إلى التزكية، ولكن لأنه يحظى بتغطية خارجية من أطراف كثيرة. هنا فقط سؤال الدكتور رملي، يعني كيف لحفتر، خليفة حفتر الذي فشل في تحقيق حلم الرئاسة بسلاح الذخيرة، أن يحقق هذه الرئاسة ربما بسلاح الصندوق؟ يعني هنا معادلة تقريبا رهيبة. بداية دعني عودا على بدء أن أعلق على بعض النقاط التي وردت فيما يتعلق بالقبيلة وأثرها وإمكانياتها ووجودها في ليبيا. لا شك أن جزء القبائل موجود، ولكن ليبيا طابع عليها بالنسبة للعدد السكاني الأثقل هو ما يتعلق بالمدن، ولا توجد قبيلة أو ما حتى إشمام للقبيلة فيما يتعلق بكثير من المناطق، أقصد بذلك العاصمة طرابلس والزاوية ومصراتة. نعم. وأيضا المناطق الأخرى الكثير لا يمكن، وزليتن والقمص، لا يمكن أن تتكلم على قبيلة في ثقل سكاني أكثر من 64 إلى 65% إلى 70%، هذه هي الحقيقة المطلقة، وحتى لا يعاد إنتاج حقيقة أشياء غير عقلانية فيما يتعلق بالمشهد. الليبيون ماضون للأمام كما هو شأن المجتمعات في أن ينتجوا مدينة، لا أن ينتجوا قبيلة، هذه هي الحقيقة التي يجب أن يشار إليها. ما بدا واضحا في عملية إمكانية تضخيم دور القبائل، أعتقد بأنه لغة اجتماعية، لكن أن يكون لهم الدور السياسي مغيبين بذلك إمكانية أن يتم العمل على إحياء أجسام سياسية أو تجمعات سياسية وأحزاب سياسية، كل تلك حقيقة ستدعو إلى إمكانية أن يكون هناك نوع من القوقعة وإشكاليات كبرى لا تحمد عقباها للجميع. ومن زاوية أخرى لزاما أن نقول بأن ما بدأ واضحا هو توجه البعض إلى نوع من البدوقراطية، وهو نوع من حقيقة من الهرطقة، لا يمكن أن تنتج دولة بقدر ما تنتج أفراد، كما هو الحال. فعندما تم الحديث على حفتر وهو مجرم حرب حقيقة
في وادي الدوم وحرب قبلها وحرب بعدها، وهاجم على عاصمة بلده وتحالف مع الغير، وآخر زيارته أو زيارة نجله إلى إسرائيل، كل تلك نوع من الهرقطات والمراهقات المتأخرة في العمر والإجراءات وهزائم متكررة. لا يمكن أن يكون مسؤولا على ليبيا، هل يتصور أحدا أن يكون مسؤوله أو رئيسه مجرم حرب مشارك في مقابر جماعية بالآلاف؟ هناك 165,000 نازح ليبي بسبب حفتر. هل يعقل ما أن يكون ابن القذافي الذي أعطيت له ليبيا 43 عاما عجافا فصحرها سياسيا وفكريا وعلميا وماليا؟ كل ذلك لامت ليبيا لم تلد 17 فبراير أي مؤسسات سياسية. لقد ورثت دمارا وإشكالا وحروبا وألما لم يترك السلطة ولا يريدون تركها، وما يحصل هو نوع من الحركات المضادة التي تحاول إقناع الناس بأن الماضي خير من الحاضر والمستقبل أسوأ من الحاضر. إذن فارجعوا للماضي. هناك محاولات قدر الإمكان من بعض الدول التدخل المطلق في ليبيا، والتدخلات التدخلات نوعين: تدخل سلبي بالمطلق الذي يهدف إلى دك الدولة الليبية ومساعدة أفراد على حساب إعادة صناعة الدولة، بل هو صناعة طاغية كما هو الحال في صناعة الدكتاتور يسمى حفتر أو محب دكتاتور يسمى سيف القذافي، بدعوى أننا نريد مؤسسة. هؤلاء ليسوا مؤسسات ولا يمكن أن يكونوا مؤسسين لمؤسسات، وإنما هم تبع يحاولون قدر الإمكان التنمر أو إعادة التنمر، هم مجموعاتهم على الليبيين وإعادة صناعة أنفسهم بعد أن فقدهم التاريخ أو كشف عوراتهم. من زاوية ثانية هناك دول متدخلة أخرى وعلى رأسها كمصر السيسية التي تدخلت، وأيضا الإمارات. هذه حقائق ربما البعض لا يستسيغها، ولكن تدخلها هو الذي أفسد كل الدول العربية، وبدون ما نستثني بموالها وإجراءاتها، وربما البعض لا يستسيغ ذلك. من الذي أوصلهم على بعد 3500 ميل إلى ليبيا إلى أن يخطفوها؟ لقد استخدموا كل عربدة مالية وسياسية وأمنية من أجل ماذا؟ من أجل أن لا يكون لليبيا قيامة أو لوجود، لأنهم يخشون في أن تتحول دبي كعاصمة إلى أن هناك ليبيا والجزائر. طيب دكتور، والدول دكتور الجديدة ربما نعم. تكون أيضا عواصم لإمكانيات اقتصادية أكبر. هناك إشكاليات عميقة في هذه الدول، ولذلك لزاما القول بأن ليبيا ستصح. نعم، شاءوا أم أبو، هناك إرادة قوية وهناك تصميم. طيب أقوى دكتور رملي، وهناك إرادة على هزيمة المستعمر الخفي الذي يحاول أن يتنمر ويستعمل الداخل من أجل أن واضح جدا هناك. واضح جدا، واضح جدا دكتور رملي. ابقى معي دكتور، سأنتقل إلى ضيفي هنا في الأستوديو الدكتور حمزة حسام. دكتور، يعني الدكتور رملي ربما قدم لنا مصطلحا جديدا سياسيا جديدا عندما تحدث عما أسماه بالبدوقراطية. استعمله كمصطلح في سياق واضح وجديد. هنا ربما يدفعنا إلى التساؤل، كما يقال كثير من أن ليبيا بهذه الخصوصيات بهذا الوضع الخاص جدا ربما هي مقدمة على الانتقال من نظام عشائري محلي إلى نظام عشائري دولي، على اعتبار أن الأطراف الفاعلة في المعادلة الليبية هي أطراف خارجية وليست داخلية. هو الواقع الذي أمامنا أننا بصدد واقع قبلي، والقبيلة لديها دور أساسي تؤديه في هذا الواقع وفي هذا المشهد، وهذا الذي رفع عنه الدكتور عمران قبل قليل، وهذا مشهد نعم. وهذا فعلا معطى سياسي ومعطى سوسيولوجي يجب أن نأخذه بعين الاعتبار. لا يمكننا القول بأنه إيجابي، كما لا يمكننا القول أيضا بأنه شيء سلبي، لأنه واقع، أمر واقع يجب أن نتعاطى معه. الآن التوظيف في حد ذاته، التوظيف الذي سيوظف من خلاله هذا المعطى هو الذي يمكننا أن نحكم عليه، هو حقيقة توظيف إيجابي أو توظيف سلبي. الواضح بأن المرشحين، سواء المرشحون للرئاسيات أو حتى الفاعلين الدوليين الذين يدعمون هؤلاء المرشحين بطريقة أو بأخرى، يأخذون المعطى السوسيولوجي والمعطى القبلي لليبيا بعين الاعتبار. هم يعرفون تماما بأن الاعتماد على هذا المعطى سيسهل من عملية وصول طرف إلى الرئاسة على حساب طرف آخر. إذن التوظيف في حد ذاته الذي يبقي على الواقع الليبي بهذا المشهد، بهذا المشهد المنقسم، والذي يجعل من القبيلة الليبية عاملا معطلا لبناء الدولة وليس عاملا مسهلا لبناء الدولة وعاملا فاعلا في عملية الانتقال الديمقراطي، هنا المشكل، هذا هو المشكل. إذن
التوظيف في حد ذاته هو السلبي، سواء كان التوظيف محليا من طرف المترشحين في حد ذاتهم أو التوظيف الأجنبي من طرف القوى الفاعلة والمؤثرة وذات المصلحة في ليبيا، أو حتى من طرف القادة القبائل في بعض الأحيان الذين ربما قد نجد منهم من لا يتحلى بالروح الوطنية أو من ليست لديه مقاربة الدولة الوطنية الجامعة، وبالتالي هو يوظف مثل هذه الأمور للإبقاء على المشهد كما هو. نعم. وهنا لا يمكن في بعض الأحيان أيضا أن نلوم الأطراف التي تستخدم هذه الأداة، لأن نعود دائما إلى التاريخ، بمجرد أن انهار أو بمجرد أن سقط الزعيم الليبي لم يجد الليبيون أو الكثير من الليبيين من حامل لهم إلا القبيلة، فالقبيلة أدت الدور المؤسسات الوطنية أو دور مؤسسة الدولة في حد في حد ذاتها. إذن حتى يعني مرة أخرى أقول بأن التوظيف سواء في هذه المرحلة تحديدا، وإن كان هذه المرحلة يعني فيها الكثير من الحسابات السياسية وتطغى عليها أيضا البراغماتية إلى غاية الانتخابات الرئاسية، أو حتى بعد الانتخابات الرئاسية، وهنا راح يكون الدور الأساسي للمؤسسات للرئيس طبعا ثم للمؤسسات الأخرى، التوظيف الذي سيوظفه أو سيعتمد عليه الفاعلون الجدد في الدولة الليبية في توظيفهم للقبيلة أو لمؤسسة القبيلة هو الذي حقيقة سيجعلنا نحكم على هل القبيلة ستؤدي دورا إيجابيا، لأنه لا يمكن أبدا أن نتجاوزها لأنه كما قلت هذا أمر واقع، أو ستؤدي دورا سلبيا وبالتالي طيب تجعل دكتور المجتمع دكتور إن سمحت لي يعني حتى نخرج من إطار القبيلة والعشيرة ربما إلى فضاء أوسع، كيف تقرأ كمحلل سياسي الدفع بورقة عقيلة صالح مباشرة بعد إعلان حفتر عن ترشحه؟ هذا دليل على أن هناك حسابات جيوسياسية في الملف الليبي مرتبطة بمصالح قوى أخرى. بدينا ممكن حتى بدأنا نفكر من الآن في التحالفات الانتخابية، لأنه أكيد أنه هذا بمجرد ترشح سيف الإسلام القدافي ترشح بعده حفتر والآن ترشح عقيلة صالح، إذن بدأ مرشحون مفترضون فقط يعني لحد الآن المفوضية لم تفصل في أكيد لم تفصل فيهم، يعني نحن نتحدث في حال اعتمد ترشحهم رسميا. نعم. بدأت حسابات الانقسام الوعاء الانتخابي، لأن الآن كل طرف لا يكتفي في بعض الأحيان بأن يترشح لوحده، بل يعتمد حتى على طرف ممكن أن يكون قريبا إليه في حال حدوث تحالفات، يعني يعتمد عليه في حال حدوث تحالفات ضد طرف ثالث. فالحسابات بدأت حسابات انتخابية بدأت من الآن في ظل كل هذه الحسابات. دكتور عمرون، يعني تحدثنا كثيرا عن القوى الخارجية المؤثرة، ولكننا تقريبا أهملنا الدور دول الجوار الوازنة والفاعلة والتي تتسم برؤية واضحة من الأزمة الليبية. بالفعل هو أنا أعتقد بأنه بالنسبة للقوى الخارجية، القوى الكبرى التي كانت يعني مساهمة للأسف الشديد بشكل مباشر في الفوضى التي شهدتها ليبيا منذ 2011، تدخل حلف الناتو كان تدخلا خارج الشرعية الدولية وأدى إلى حالة الفوضى، مما جعل المجتمع الدولي الآن يستنفر كل قواه من أجل إيجاد مخرج، حتى وإن كان هذا المخرج فيه كثير من المطبات وفيه كثير من المساوئ، ولكن يريده مخرجا مؤقتا لأزمة بدت أنها ممتدة وبدت أنها تنتج لنا كثير من التهديدات، سواء على مستوى منطقة الساحل، سواء على مستوى البحر الأبيض المتوسط، الهجرة غير الشرعية، انتشار السلاح إلى ما غير ذلك. وبالتالي نحن أمام مجتمع الدولي اضطر لإيجاد هذا المخرج فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية، حتى وإن كانت عرجاء وإن كانت يعني لا تحدث توافقا تاما بين أطراف الأزمة، إلا أنه يعتبرها مخرجا مؤقتا لعلها تستطيع أن تنتج لنا على الأقل مؤسسات ذات شرعية. النقطة الثانية المتعلقة بدول الجوار، هنا يجب أن نشير بأنه ببداية الأزمة لم يكن لدول الجوار تأثيرا مباشرا على الأزمة، بحيث أن تركوا الليبيين لوحدهم. الجزائر انكفأت على نفسها في ظل ما كان حاصل أنذاك من فوضى في ليبيا، تونس كانت فيما
يتعلق ببدايات الربيع، يعني تمشي في الربيع العربي، نفس الشيء في مصر. وبالتالي الدول الوازنة لدول الجوار في البداية كانت بعيدة، لذلك تركت قوى إقليمية بعيدة عن المنطقة، سواء من الخليج سواء من أوروبا، تتدخل في الشأن الليبي. عندما حدثت الفوضى هنا كان واجبا على دول الجوار أن تأخذ بزمام الأمور، وكانت المبادرة الجزائرية بإنشاء آلية لدول الجوار من أجل الدفع بحل سياسي، على اعتبار أنه كانت هناك قناعة جماعية لدول الجوار بأن الأزمة الليبية تأثيراتها المباشرة تكون على دول الجوار. كل دول الجوار سواء مصر أو تونس أو الجزائر، ونحن نتحدث هنا عن الدول الوازنة لدول الجوار، تأثرت تأثيرا مباشرا بالأزمة الليبية، فوضى أمنية كبيرة، هجرة غير شرعية، إلى ما ذلك الجريمة المنظمة، وبالتالي شعرت بأنها هي المعنية، لذلك بدأت تأخذ بمبادرات. حاولت الجزائر من خلال اجتماعات متعددة، كان الاجتماع الأخير لدول الجوار، من أجل خلق آليات من أجل مساعدة الحكومة، خصوصا ما تعلق بإخراج المرتزقة. إذن نحن أمام محاولة لأدوار لاختراق الملف الليبي من قبل دول الجوار، وهنا يجب أن نؤكد بأنه حتى مواقف دول الجوار للأسف الشديد ليست متشابهة ولا متناسقة تماما. الموقف التونسي والجزائري تقريبا كان يتماهى مع بعضهما البعض، لكن مصر للأسف الشديد شفناها انخرطت بشكل مباشر، بل اصطفت بشكل مباشر مع طرف من أطراف الأزمة، ما جعل من الصعوبة بمكان التنسيق مع دول الجوار. لذلك أنا أعتقد بأنه الاجتماع الأخير لدول الجوار وحضور جميع وزراء الخارجية والاتفاق المنعقد في الجزائر، نعم، والذي خرج ببيان مهم، كان أحد الآليات المهمة، بل كان لبنة مهمة من أجل على الأقل بلورة رؤية مشتركة لدول الجوار. إذن نحن أمام مشهد معقد، لكن يجب أن نقتنع بأنه للأسف الشديد لا توجد اليوم أي قوة دولية مهما كانت بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية تملك مفاتيح الحل النهائي للأزمة الليبية. حاولت كل الأطراف سواء في الشرق أو الغرب مستندة إلى قوى إقليمية ودولية من أجل حل النزاع عسكريا، ففشلوا. اليوم هناك توجه سياسي نحن ندعمه، نتمنى فقط أن يكون قناعة وإدراك جماعي بأن هذا هو الحل، كل الأطراف المشاركة، لأنه في النهاية الخاسر الأكبر لا قدر الله في فشل العملية السياسية سيكون من دون شك المجتمع الليبي والفرد الليبي، بل أكثر من ذلك أخشى أن تتحول ليبيا طبعا لا قدر الله إذا ما فشل الانتخابات، إلا أنها ستصبح كما قلت أزمة ممتدة يصعب التعامل معها مجددا. واضح جدا. نروح مباشرة إلى الدكتور رملي من العاصمة طرابلس. دكتور رملي، يعني بغض النظر عن التأثير الخارجي الذي كنا نتحدث عنه، أسألك هنا، ما هو دور الجيل الجديد من السياسيين الليبيين الذي ربما أنتجته الأزمة الليبية، والذي كان ربما يعني يعيش على هامش الدولة في ظل النظام القديم؟ لميلاد جيل أجزم بأنه سيحتاج إلى 33 عاما. نحن نتكلم على ميراث في الماضي وتطلع في الحاضر وحلم في المستقبل، مع وجود كثير من الإشكاليات. نعم سقط رأس النظام، ولكن لم يسقط النظام ذاته، ولم تسقط أوراقه الخريفية المهترئة التي أورثت ليبيا فسادا وإشكالا وتصحرا وتخلفا. من زاوية ثانية، هنا لزامنا القول بأنه يعول على الليبيين الذين اقتلعوا طاغية لا استمر 43، لم يرث ليبيا لا مستشفيات ولا ناحية تعليمية ولا ناحية صحية ولا ناحية سياسية، بدليل أن الذين انتخبوا في البرلمان أصبحوا متصحرين غير قادرين على إنتاج شيء. لكن في المقابل ما هو الأمل؟ الأمل في أن تساعد الدول التي تعهدت بكثير من أطنان الورق والبيانات في كل العالم، في برلين الأول والثاني وباريس وبلام و يجب عليها أن تفي بالتزاماتها في أن تمنع انزلاق الدولة الليبية إلى إعادة صناعة الدكتاتور. يجب أن تمنع إلى انزلاق الدولة الليبية في إعادة صناعة الطاغية. يجب أن تمنع إلى إعادة صياغة الدولة الليبية إلى صياغة مشهد غير قانوني أو غير ديمقراطي. لا يمكن تصور غير ذلك، وسيكون العبء ثقيلا على هذه الدول وأيضا على الدولة الليبية. لا يمكن قبول هذا قولا واحدا. الواقع العملي أن المجتمع الدولي يريد أن يتعامل مع جهة رسمية، وهو أمر جيد،
لكن هذه الانقسامات وهذه أيضا هذه المهاترات ومحاولة بعض الميليشيات سماها الجيش وطني وحفتر يقوده هو عبارة عن جزء من عمليات إرهابية يقوم بها. هذه الحقيقة التكييف القانوني وأرض القانون. وقع هناك جرائم وجرائم كبيرة وكبيرة جدا ضد هذا الشعب، وهناك محاولات لتمرير الأمور. فليمنح حسين، كيف يستطيع أحد أن يستطيع دكتور الرملي، معذرة دكتور رملي لأن الصوت ضعيف جدا، الصوت ضعيف جدا وغير مفهوم دكتور رملي. كذلك السيسي متدخل سلبي، نعم رب بعض الكلمات لا تستساغ، ولكن الواقع العملي ليبيا تحتاج إلى أن ترأب صدعها، ولكن من دول كالجزائر لأنها استطاعت أن تلتمس الجراح ولو ليس لديها مطامع. أما الدول المتدخلة سلبيا كبعض الدول الجواري للأسف لا تستطيع أن تكون جزءا من المشهد السياسي أو صانع المشهد السياسي. واضح جدا دكتور رملي، حمراء وبيضاء وصفراء في سنة، ويتركوا النيل في أثيوبيا. أعتقد بأنهم غير قادرين على حل إشكالياتهم ليصدروا إشكاليات إلى الدولة الليبية بهذه الخزعبلات. إعادة تصدير المشكل لا يخلو حقا. واضح جدا، واضح جدا دكتور رملي. نقترب من نهاية هذه الحلقة الدولة الثانية. دكتور رملي نقترب من نهاية هذه الحلقة، واضح جدا. دعني هنا أتوجه بسؤال ربما أخير في هذه الحلقة لضيوفي هنا في الاستوديو. انتخابات ديسمبر نهاية أزمة أم بداية لرسم معالم الدولة مع استمرار الأزمة؟ أنا أعتقد بأنه هذا مرتبط بالمسار الذي ستؤول إليه أعداد المترشحين، بمعنى ننتظر لنرى. نحن نتمنى أن تكون بداية لحل أزمة وليس تكريسا لأزمة جديدة. هنا مرتبط أولا كما قلت بالوعي السياسي عند النخب السياسية الجديدة التي تحدثت عنها، وأعتقد بأنه مهم جدا أن نعول على النخب السياسية الجديدة في ليبيا. هناك مترشحين جدد سواء من أنصار الحكومة الحالية الدبيبة وغيرها، وهي وجوه سياسية جديدة. أعتقد بأنه هذا مهم. النقطة الثانية هو أن يترافق المجتمع الدولي بجدية وبصدق من أجل إخراج ليبيا من هذه الأزمة، وإلا للأسف الشديد سنتجه إلى انتخابات ستكون شكلية، وبالتالي ستنتج لنا أزمة ممتدة. لا أعتقد بأنه يستطيع المجتمع الدولي ولا حتى المجتمع الليبي يتحكم فيها مستقبلا. نعم دكتور حسام. أنا في اعتقادي يعني وفق المعطى الحالي وفق الظروف التي نعيشها لا نتجه حقيقة إلى حل. يمكن نحن نتجه إلى شبه حل فقط، لأن حالة الانقسام هناك معطى وأمر واقع لا يمكن أبدا أن نتجاوزه بمجرد يعني إجراء انتخابات رئاسية. انتخابات الرئاسية حتى إذا نجحت، طبعا أنا أقول إذا نجحت، ثم إذا نجحنا في يعني تجاوز مرحلة اعتراف المتنافسين بالنتائج والقبول بها، هنا ستكون بداية لحل، ولن تكون هي في حد ذاتها الحل، ستكون بداية لحل مشاكل عويصة جدا وكبيرة. في اعتقادي حتى الرئيس في حد ذاته سيواجه الكثير من الصعوبات مرتبطة بتوحيد مؤسسات الدولة. حالة الانقسام في ليبيا رهيبة جدا ومأساوية ومعقدة أيضا. نعم وصلت في مراحل في بعض المراحل، يعني في مراحل تأجج النزاع وصلنا إلى الحديث عن انقسام يعني أو تقسيم ليبيا إلى شرق وغرب ويعني إلى أكثر من دولة. فهذا السيناريو إلى غاية الآن يحتاج حقيقة إلى مقاربة قوية جدا لوقف أي عملية انقسام. نحتاج إلى توحيد السلاح الليبي، يعني أن نعيد للدولة صفة احتكار الإكراه المادي المشروع. نحتاج أيضا إلى معالجة الملفات المرتبطة بالمرتزقة وبالتهديدات الأمنية سواء في الجوار الإقليمي أو في المتوسط. كل هذا في الحقيقة تحديات تواجه الرئيس المرتزق. واضح جدا دكتور حسام حمزة. الحقيقة أن الأزمة الليبية تحتاج إلى وقت أطول حتى ربما نصل إلى فهم مساراتها وتشعباتها. إذا مشاهدينا الكرام، ليبيا إرث الزعيم وحلم الدولة كان موضوع نقاش في حلقة اليوم من أول عدد من برنامج خارج التحرير. حاولنا أن نسلط الضوء أكثر لتبسيط الأزمة ولفهمها أيضا من طرف المشاهد. بالمناسبة أشكر ضيوفي الذين شاركوا في هذه الحلقة، الدكتور محمد عمرون أستاذ العلوم السياسية والباحث في العلاقات الدولية من الجزائر، أيضا الدكتور حسام حمزة وهو الأستاذ الجامعي والمحلل المتخصص أو المختص في الشؤون الأفريقية ومن العاصمة الليبية طرابلس، أيضا كان معنا الأستاذ الدكتور محمود إسماعيل الرملي وهو الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية. الشكر موصول للفريق التقني الذي رافقني في هذا العدد. إلى أن نلتقي في حلقة قادمة وفي موضوع آخر، تقبلوا تحياتي، أنا سعيد مقدم، سلام.